هذه ما شاء الله من أجمل سيارات لكسس من ناحية الشكل والمواصفات وكذلك لون السيارة مميز. نتكلم عن اللكسس RX 350 موديل 2023 اللي معنا اليوم وارد أمريكا. طبعا السيارة 2023 زي ما ذكرنا لكم All Wheel Drive. نارات السيارة الأمامية فل LED مع عدد 6 حساسات أمامية ورادار وكاميرا أمامية. هذه ما شاء الله السيارة من الجنب. جنوط السيارة بمقاس 21 على كفر 50 235. جنط الكفر جدا جميل ما شاء الله مع لون السيارة اللي ظالمه التصوير. عندنا إشارات بالمراية وتطعيمات الكروم للمراية. وعندنا كذلك إطارات النوافذ كروم وحناية عفش موجودة للسيارة. شايفين الكروم ما شاء الله واصل للقزاز الخلفي من الجنب. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه السيارة من الخلف تيجي بعدد 6 حساسات خلفية كذلك مع إنارات فل LED خلفية. وعندنا جناح خلفي للسيارة. ما شاء الله تبارك الرحمن. RX 350 All Wheel Drive. بالنسبة للشنطة الخلفية للسيارة فهي بحركة كهربائية. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه مساحة الشنطة الخلفية للسيارة تجيب ستائر يدوية. وعندنا إنارة LED في اليسار وفي اليمين. والصف الثاني التحكم فيه كهربائي من هنا أو من نفس المقعد. وعندنا مخرج 12 فولت. وبالنسبة للمقابض الأبواب فهو تفتح فيه زر داخل. ما شاء الله تبارك الرحمن. عندنا ستائر للقزاز الخلفي والجلد والكنتارة في الأبواب. القزاز كامل كهربائي أوتو لمسة واحدة. وعندنا سنترلوك في الأبواب في جميع الأبواب. عندنا مقاعد باللون الإسبريسو مع الكنتارة ما شاء الله مع الجلد ما شاء الله. عندنا كوب هولدرز بعد اثنين والتكاية فيها مساحة تخزين. بالنسبة للتكييف الخلفي فيه التحكم فيه من هنا. وعندنا مخرجين تايب سي وتبريد وتسخين للمقاعد الخلفية. والسيارة تجي فتحة سقف بانورامية. وهذه ما شاء الله السيارة من الأمام كرسي الساق والراكب حركة كهربائية وكرسي الساق فيه ثلاث ذاكرات. هذه بعض مواصفات الجميلة لكسس RX. وشوفوا حجم الشاشة العملاق ما شاء الله تبارك الرحمن. وللعلم غير السيارة كهربائية.